ثم قال رحمه الله: لا ينفع الذكر على الذبيحة إلا من الذابح خذ تصريحا. لا ينفع الذكر على الذبيحة إلا من الذابح خذ تصريحا. هذا عندي أفعال متعددة، عندي إنهار الدم، وعندي في الجانب الآخر ذكر اسم الله. والأصل فيهما بما أنه تعبد أن يكون الفعلان من شخص واحد، وهذا المعروف في النصوص الشرعية وفي فعل الناس، أن يكون الفعلان التذكية أي إنهار الدم وذكر اسم الله، أن يكون هذان الفعلان من شخص واحد، هذا هو الأصل. لذلك يقول رحمه الله: لا ينفع الذكر على الذبيحة إلا من الذابح خذ تصريحا، إلا إذا واطى لذكر الباري سواه أجزاه بلا إنكار. إن كانت هنالك مواطأة بين شخصين، أحدهما يذبح، اتفق على هذا الحال، أنا أذبح وأنت تسمي، أنا أذبح وأنت تسمي، هذا يذبح والآخر يقول بسم الله، هذا يذبح والآخر يقول بسم الله، ويفعلون هذا لأغراض متعددة، منها أن الذي يذبح أعدادا كبيرة قد ينسى، وهذا نسيانه قد يدخله في الخلاف إن لم يكن يأخذ بالرأي الآخر فيقال له إنها تحرم، فمن هنا يتواطؤون. إن تواطأ هذان كان فعلهما كفعل الشخص الواحد بسبب المواطأة. الأصل بسم الله ويذبح، بسم الله ويذبح، هذا الأصل من شخص واحد اتحدت الإرادة. إن كان شخص يذبح والآخر يقول بسم الله، هنا إما أن تكون هنالك مواطأة أو لا. إن كانت مواطأة بمعنى اتفاق، اتفق هذا وهذا، أنا أذبح وأنت تقول بسم الله، إذن كلاهما يريد ذكر اسم الله على هذا المذبوح، كلاهما يريد ذكر اسم الله على هذا المذبوح، ولذلك نقول إن هذه الذبيحة تحل. لكن إن لم تكن هنالك مواطأة، هذا يقول بسم الله والآخر يذبح، ولكن لم يكن بينهما اتفاق، هنا لا نعلم عن الحال، هل هذا الذي ذبح تعمد أن لا يذكر اسم الله عليه أم لا؟ هل هو في نفسه هل ينفع لو جاء مسلم وتعمد من جهة التهاون، تعمد أن لا يقول بسم الله، وجاء شخص آخر وقال بسم الله من الخارج، هل ينفع هذا؟ أنا لا أنظر إلا إلى الفاعل الذي ذبح، فهو المخاطب بالتسمية، ومن هنا أقول إن ذبيحته محرمة لا تجوز. لكن إن كانت هنالك مواطأة علمت بهذه المواطأة أنه يريد ذكر اسم الله عليها، فالمواطأة تجعل الفعلين كفعل الشخص الواحد، أما عدم المواطأة فتجعلهما فعلين، إذا نقول لهذا الذابح إنك لم تذكر اسم الله على ذبيحتك. فهمتم؟ إذا انظروا الأبيات، يقول: لا ينفع الذكر أي ذكر اسم الله على الذبيحة إلا من الذابح خذ تصريحا، إلا إذا واطى لذكر الباري سواه أي شخصا آخر أجزاه بلا إنكار، فإنه يجزيه مثل هذا الفعل ولا ينكر عليهما فعلهما ذاك.